السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. وهذا محمد لامة يحييك من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة. ضيف حلقة الليلة هو الأستاذ محمد سالم ولده، رئيس نقيب الصحفيين الموريتانيين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مبروك عليكم رمضان. الله يبارك فيكم. مبروك عليكم أيضا اليوم العالمي للصحافة. بارك الله فينا. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا. نعم، يعني احتفال باليوم العالمي للصحافة، يعني ما الذي تطور في يعني موضوع الصحافة الموريتانية يعني حتى تحتفلون بهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك علينا وعليكم، إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وأيضا بدوري أهنئ كل الزملاء بما فيها الزملاء في قناة الوطنية بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة وما يطلق عليه اليوم الدولي للصحفيين. على كل حال، على غرار بقية الصحفيين في يعني العالم أجمع، احتفلنا قبل يوم أو يومين باليوم العالمي لحرية الصحافة. طبعا بما أن الظروف لا تسمح بكثير من التجمعات، لكن اغتنمنا الفرصة لنسجل موقفنا كصحفيين من خلال نقابة الصحفيين، ومواقفنا وتصورنا وآراءنا ونظرتنا للواقع الصحفي في البلد، وبالتالي عبرنا عن ذلك من خلال بيان نشرناه بالمناسبة، وحتى من خلال نقطة صحفية عرضنا فيها لتفاصيل ونقاط هذا البيان. على كل حال، الواقع الصحفي في البلد لا زال كما هو للأسف. كما تعرفون، الصحافة في هذا البلد يبدو أنها كتب عليها ألا تكون، لأنكم تعرفون جميعا أنه كانت هناك إرهاصات لممارسة العمل الصحفي حتى قبل قيام الدولة الموريتانية. ظهرت صحف موريتانية في العاصمة ما قبل العاصمة الجديدة، يعني في عاصمة سان لوي كانت هناك صحف، كان هناك يعني سياسيون أسسوا صحفا في تلك المرحلة حتى قبل استقلال البلد. بعد الاستقلال أيضا كانت هناك إرهاصات لتأسيس صحف جديدة. إذن الوعي بالصحافة وبالإعلام كان مبكرا على الأقل لدى القوى التنويرية، لدى القوى السياسية في البلد. لكن هذا التراكم للأسف لم يستمر، يعني هذا التواصل لم يستمر، وبالتالي لم يكن هناك تراكما صحفيا تتولد من خلاله مؤسسات صحفية عتيقة عريقة كما هو في العالم أجمع وكما هو حتى في المنطقة المحيطة بنا. عندما تذهب إلى المغرب ستجد أن هناك صحفا من الخمسينات ومن الستينات ولا زالت مستمرة. نفس الشيء في تونس، نفس الشيء في الجزائر، نفس الشيء في السنغال، نفس الشيء في مالي. هذا ما لم يحصل وللأسف في بلدنا. يعني هناك إشكال لنا مع العيب. العيب في في سأصل في النتيجة. لا، حتى لا نغرق في التاريخ. نعم، لا، التاريخ مهم، لأن التاريخ متكئ، التاريخ مرجعية. ما دمنا كان الاهتمام مبكر بالعمل الصحفي وبالمؤسسات الصحفية. طيب، نحن عفوا، حتى لا نغرق في التاريخ، وقت محدد. نعم، سأؤسس. وكذلك مشاهدي الكرام، أن ننوه إلى أننا سيشارك معنا في البرنامج الأستاذ محمد لمين الخطاري. نعم. الصحفي الموريتاني المقيم في إسبانيا المعروف طبعا، سيشارك طبعا معنا في البرنامج. نحن مرتاحون لمشاركته معنا. إذن بعد ذلك استقلت البلاد ودخلنا في نمط آخر من التعاطي الإعلامي ونوع من الاستعداد لكون هناك إعلام وتكون صحف، ولكن فشلت التجربة. بقيت الإذاعة الوطنية وحدها كمؤسسة ناجحة استقطبت النخبة واستقطبت المثقفين في مرحلة من المراحل، وأفرزت على الأقل مجامع من الصحفيين لهم قدرات ولهم يعني إمكانات مهنية معتبرة. بعد ذلك ظهرت الصحافة المكتوبة من خلال جريدة الشعب وتعثرت في بدايتها لتطرق في مرحلة من المراحل، ولكنها بقيت صحيفة حكومية محضة. جاءت مرحلة التعددية وانطلقت الصحافة بثوب جديد. على كل حال، دخلها الناس ما هم ليس لهم اختصاص في البشار، لكنها أفرزت نخبة من الصحفيين من ضمنهم مثقفين، كتاب، أساتذة، معلمون إلى غير ذلك، لكنهم ساهموا في إفراز الصحافة على المستوى. ولت المرحلة مستمرة إلى غاية 97 بدأ الانهيار، وبالتالي بدأ إغراق الساحة بمجموعة من التراخيص وبمجموعة من مجامع متعددة، وبالتالي ضاعت المهنة في هذا المناخ. لكن الانهيار، ولا زالت. فسر الانهيار 97 بالضبط، يعني شو؟
السر أن هناك صحافة كانت قوية، خصوصا الصحافة المكتوبة، كانت هناك صحف مؤثرة، كانت هناك صحف تنتظر أسبوعيا، كانت هناك حتى صحف تنتظر يوميا، تطرقت لمجموعة من يعني تناولت يعني ضمن إنتاجها الإعلامي مجموعة من التحقيقات الروبورتاجات، حتى مجموعة من المقابلات الصحفية، وأفرست كتاب زوايا أصبحوا معروفين على تناولت قضايا سياسية وحقوقية وأثارت ملفات حقوقية، وحتى أنها أثارت ملفات فساد أدخلت في مرحلة من المراحل بعض المسؤولين عنها في السجون وتمت محاكمتهم. وبالتالي أصبح من الواضح أن وهورا منتظرا لصحافة قوية مؤثرة، وبالتالي لم تكن الحكومة أو الإرادة السياسية حينها مستعدة للدخول في هذه المرحلة، وبالتالي فتحت الباب وأغرقت الساحة بمجموعة بتراخيص عديدة، وحتى بنمط من يعني من الدخلاء على المهنة، واحترقت المهنة واحترق بريقها، ويعني غادرها يعني سدنتها، وبقيت الساحة للأسف في تلك المرحلة. جاءت هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة تحليل الفضاء السمعي البصري، وإن كانت هذه من أهم المراحل لأنها على الأقل ساهمت في خلق رأي عام وساهمت في تعزيز الحريات الصحفية. عبر التاريخ كانت الحكومات المتعاقبة هي تقريبا تعود إليها أسباب كثيرة في تأثر الحقل الإعلامي والحريات الصحفية بشكل عام. ولا زالت. لكن من تقريبا من ما يسمى بتحرير الفضاء يعني السمعي البصري تقريبا يعني أصبحت الحريات حتى البعض يتكلم عنها عن زيادة. نعم. في الحريات يعني والمشاكل تعقدت ولا زالت موجودة، وأنت نقيب يعني على وشك إنهاء المأمورية الأولى حوالي 4 سنوات. نعم. 3 سنوات أو 3 سنوات. يعني لماذا لم تحل هذه المشاكل أو يحل على الأقل جزء منها؟ صحيح. نحن على كنت في المكتب السابق أيضا. صحيح، كنت عضوا في المكتب. أنا أريد تفسير لعجز مكاتب النقابة الصحفية عن حل هذه المشاكل اللي تتكلم عنها وتعترف بها. صحيح صحيح. وعاصرتها يعني. أحسنتم. طبعا أنا من جيل تأسيس الصحافة المستقلة في البلد، وبالتالي عاصرت هذه المراحل كلها. وأيضا كتب لي أيضا أن أكون في مرحلة من المراحل من ضمن مؤسسي نقابة الصحافة الموريتانيين. طبعا كنت في مكاتبها التنفيذية والآن أصبحت مدير. لكن عجزتم. عجزنا. نعم. سأتحدث. ما هو السبب؟ نعم سأتحدث. أنت نقيب اليوم. نعم سأتحدث عن ذلك. ما هي العراقيل؟ بالضبط سأتحدث عنها. العراقيل تنقسم إلى 3 أقسام. أولا أننا البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه أو لا توجد فيه على الأصح مدارس ولا معاهد ولا كلية للإعلام، وبالتالي جل المفرزين أو جل المشاركين أو جل المهتمين أو جل الممارسين للمهنة أغلبهم يعني لم يتسلحوا بأبجديات المهنة ولا بقداستها ولا بقيمتها الأخلاقية والمهنية. وبالتالي هناك طبعا من تخرجوا من هذه المدارس وهذه الكليات وهذه المعاهد الإعلامية، لكنهم على الأقل كانوا قلة وكانوا يعني مشغلين بمؤسسات غالبا ما تكون مؤسسات اعلام عمومي. سيرقب. لا انا هو موضوع لا بد ان الفتنه راكب. نعم انا ساتي الى الملاحظه سارد على السؤال. لحظه هذه المهنه بدات بالدخلاء يعني. لا لم تبدا. لم تبدا بالدخلاء. لحظه بما ان الصحافه في موريتانيا لم تؤسس على مدارس. نعم. وعلى كليات اعلام. نعم. بدات بالدخلاء حتى طلاب المدارس بداوا يمارسوا هذه المهنه. نعم. يعني واكثر من ابدع في هذه المهنه هو المرحوم حبيب والمحفوظ. نعم. حبيب المحفوظ استاذ. نعم. يعني معناها ان ليس لا توجد علاقه بين ان يكون شخص يحمل شهاده. صحيح صحيح. متفق. اذا حسبنا خريج الاعلام. نعم. لا يعدون على لا يعدون ولا يفهمون ذلك، لكن ليس هذا من ضمن الاشكاله. يعني اريد يعني انا اريد. نعم. انا فهمت السؤال استوعبت ولا مثلك تماما. من جماعة الأسئلة وبالتالي أستوعب الأسئلة. لا يعطيني فرصة لأرد عليها. نعم. تفسر لي. سأفسر لك. غير دخلاء. غير موضوع دخلاء. لا لا. سأفسر لك. سأفسر لك. سأفسر لك. هذا من ضمن النقاط. أننا دخلنا في فضاء في الحقيقة كان يتطلب وجود ناس درسوه وجود ناس. طبعا أنا لست من درس الإعلام بالمناسبة، ولكن مثل غيري دخلته من خلال الموهبة ودخلته من خلال الممارسة والتجربة. الحمد لله تجربة 25 سنة ويزيد، واكتسبت خبرات واكتسبت قدرات وتكونت من خلال العديد من الدورات ومن خلال مساهمتي في العديد
من يعني التكوينات، وبالتالي مارسوا يعني مارسوا كأغلبي الموجودين في الساحة، ولكننا دخلنا مهلة مقتنعين بها أولا، دخلنا مهلة في إطار مناخ يستوعب وهناك من يستهلك هذه المادة التي نقدمها، واستطعنا أن نتعاطى وأن نتفاعل مساحة تستوعب وتنتظر ما نقدمه، وبالتالي نعالج المواضيع التي يجب أن نعالجها، وكنا في يعني في مسار طبيعي. لكن قلت لك لما لوحظ أن هناك تهجير وربما يكون هناك انحراف أو دخول في مرحلة من التشجير للممارسة الديمقراطية، لأن الصحافة كما تعرف عامل أساسي ودافع أساسي للعملية الديمقراطية وتعزيزها. يعني النقطة الأولى هي غياب هذا الذي يجعلك تنتمي ذهنيا وفكريا وحتى على مستوى الممارسة لهذه المهنة. النقطة الثانية أن جل الذين أسسوا، وأنا هنا أتحدث عن الصحافة المكتوبة، طبعا الذي برز فيها أغلب الذين برزوا فيها ليسوا من درسوا الإعلام، ولكنهم برزوا فيها من خلال ما قدموا من إنتاج، ومن خلال ما قدموا سواء كان على مستوى كتابة الزوايا كالزميل المرحوم الذي ذكرته وغيره. نحن عندنا كتاب متميزون، عندنا مثلا على سبيل المثال إبراهيم عبد الله أحد الكتاب الصحفيين المتميزين، عندنا كتاب آخرون ما شاء الله لا تحضرني الأسماء، ولكن نعرف خريج كلية آداب صحيح ولكنه من الجيل الصحفي وغيره كثيرون. أنا لما لا أطرح هذا الموضوع بالحاح، لأني أريد من نقيب الصحفيين الموريتانيين أن يفسر لي الموضوع. ليس سأفسر لك أنا الآن أتدرس في نعم أنا الآن أتدرس لك يريد أن يعني أنا لا, لا 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 أنا الآن أتدرس لك فيما أراه من تفسير لهذا الواقع الذي احنا على الحائط نعم في من تفسير لهذا الواقع الذي نعيشه والذي عشنا جميعا. ثانيا غياب تنظيم صحفي قوي قادر على ان يقول انت صحفي تتوفر فيك الشروط القانونيه والمهنيه لممارسه المهنه، انت لا تتوفر فيك، وبالتالي عليك ان تخضع للتدريب او ان تخضع لمرحله معينه حتى تكتسب الخبرات والقدرات. النقطه الثالثه هو غياب الاراده السياسيه، لان التنظيم القوي هو الذي يحدد من هو الصحفي، وبالتالي هو من يمنح البطاقه في العالم. لا يمكنك ان تدخل ممارسه اي مهنه الا من خلال نقابه معروفه ومؤسسة ولها قوانين ولها واضح ولها حضور. النقطة الثالثة هي غياب الإرادة السياسية، لم تكن هناك إرادة سياسية تساهم في تنظيم هذا الحقل، تساهم في دعم تأسيس هذا الحقل، وبالتالي الحالة هي التي نشاهدها. واضح. مؤسسات إعلامية بما فيها مؤسساتكم المرئية واضح يجب أن تكون لها شدوة اقتصادية ويجب أن تكون لها كذا، ولكن حالها ليس أفضل حال من حالنا جميعا. واضح. طيب أريد أن أسمع رأي الأستاذ محمد رمي الخطاري والصحفي الموريتاني المقيم في إسبانيا، يعني أتمنى أن يكون معنا على عبر سكايب. أهلا أستاذ الصوت محمد. كيف أسمعه؟ أهلا أستاذ محمد رمي. أستاذ محمد رمي، طبعا تابعت البداية مع النقيب، يعني والسؤال المطروح من الصحافة في موريتانيا، يعني مشكلة ليسوا الدخلاء، لأن الدخلاء كل الصحافة الموريتانية قامت على الدخلاء من معلمين ومن أساتذة ومن ولا زالت، وفي بعض الأوقات بعضهم أبدع. لا أقول لهم دخلاء. لحظة، كما قلنا مثل الدخلاء، إذا رجعنا الموضوع إلى قضية كلية إعلام وتخرج منها وشهادة في الإعلام، يعني لا أتحدث عنها. لحظة، أنا أتكلم بطريقة بصفة علمية، يعني إن وإذا طبقنا موضوع الدخلاء، النقابة الموريتانية عليها ألف سلام، لأن يعني واحد من خريج كليات إعلام إذا كانوا موجودين، برأيك ما هي المشكلة من وجهة نظرك الحقيقية لموضوع الصحافة الموريتانية والإعلام الموريتاني؟ وهل يعني في مناسبة اليوم العالمي أو اليوم الدولي للصحافة، يعني هل لدينا ما يمكن أن نحتفل به أو ننوه به؟ لا تطيل السؤال. تحية طيبة لك، يعني يبدو أن العميد يريد أن يقدم دروس على الهواء بمسألة إطالة السؤال أو تقصيره. على كل حال تحية لك وللنقيب حمسان ولده. الحقيقة أنا سعيد في البداية أن أتحدث معك هذه المرة عن موضوع غير فيروس كورونا، وإن كان الموضوع لا يختلف كثيرا يعني من حيث انعكاساته السلبية المميتة على الإبداع من حيث
إشكال الإنفلات الحقيقي الذي يشهده الإعلام في موريتانيا. أنا ربما استمعت لشذرات من حوارك متأخرا مع النقيب. بالنسبة لموضوع الدخلاء، أنا أعتقد أن مهنة الإعلام إذا استوفى شخص شروطها، بمعنى أنه يكتب ويقدم مادة إعلامية تصلح، أنا هنا لا أسميه دخيلا، لكن عندما لا يقدم أي إنتاج. أنا شاهدت أحد صحفيين الشباب طرح موضوع مهم جدا حين تساءل لنبحث في محرك مثلا جوجل عن أسماء الصحفيين الذين الآن يتصدرون المهنة، ما الذي قدموه؟ يعني ليس على المستوى الدولي فقط بل على المستوى أيضا المحلي، تجد أن هناك جفاف غير طبيعي، وأن يكفي الواحد أن يقول أنه صحفي ويقدم بطاقة مطبوعة في أي مكان ليقدم نفسه ليزاحم يعني غيره. الحقيقة نحن نعاني من إشكال بنيوي في الإعلام الموريتاني تراكم. الحقيقة أيضا أن السلطة أو الحكام أو من حكموا موريتانيا كان لهم دور كبير في التأسيس لهذا الوضع وتمييع الحقل الإعلامي لخلق صحافة ضعيفة غير مؤثرة. مع الوقت انساق لهذا الطرح الذي تبنته أغلب الحكومات الكثير من الدخلاء وتحولت إلى مهنة المكسب السريع ومهنة لمن لا مهنة له. لذلك هذه التراكمات إضافة إلى ضعف أيضا النقابات التي ظهرت منذ ظهور الإعلام، ظللنا نعاني ولا زلنا يعني مع احترامي لجهد النقيب نعاني من وجود نقابة حقيقية قادرة على فرض نفسها، وفي حالة أنها اصطدمت بحائط الرفض الحكومي تستقيل، تقدم ما لديها، تقول هذه شروطنا، لكن لا يمكن أن نظل خلف يعني مظلة نقابة لا تقدم ما نريد منها أن تقدمه. يعني هذا بالنسبة لي يستطيع النقيب أحمد السالم، وأنا أحترمه وأحترم تاريخه، لكن لا يمكن أن تكون نقيب للصحفيين وأنت تشاهد هذه الفوضى الكبيرة وتواصل عملك. على الأقل أنا أعتقد، وفي النهاية أنا أحترم حق النقيب أن أقدم استقالتي في حالة أنه ليس ثمة أي تجاوب، أن هذا الحقل مترهل لدرجة مؤسفة، على الأقل من الكبرياء ومن الأخلاق أن أقول خلاص أنا قدمت ما لدي، هذه النقابة لا يستمع لها أحد، لا تفرض شروطها، لا تفرض احترام الصحفي كما هو مطلوب، إذن لنستقل. هذا طبعا لا أريد أن أشخصنه، وركز على احترامي الكبير لأحمد السالم ولده كشخص وكتاريخ صحفي، لكن أنا هنا أتحدث عن النقابة، عن ضعفها المؤسساتي، وأنا لا أريد أن أضع عليها كل الإشكالات التي يعانيها الحقل الصحفي، ولكن أطالبها بأن تقدم حق يعني الاستقالة في حالة عدم التمكن من إصلاح ما أفسده الدهر. واضح. طب لكن أستاذ محمد الأمين، لماذا من ينتقد هذه النقابة وينتقد أدائها وهو بعيد عن مشاكلها، ولا يعني ينتقدها وهو مرتاح، يعني ما هو البديل؟ يعني صحيح، يعني هو ليس من الموضوعية أن نبتعد عن مشاكل النقابة ثم ننتقدها، لكن الحقيقة أننا نعرف حقيقة هذه المشاكل وكتبنا وصرخنا وتحدثنا، ولست أنا هنا لا أتحدث عما قمت به أنا بشكل شخصي، العشرات من الصحفيين والكتاب، ما حدث في موريتانيا تسبب أيضا في هجرة الكثير من الصحفيين يعني عن البلد والبحث عن مؤسسات أخرى. خطورة ما يحدث ليس فقط يعني النقابة فقط وانعكاسه على النقابة، خطورة ما يحدث هو تميع لجزء مهم من الرأي العام الوطني وجزء أيضا من الأمن القومي في الدول التي تحترم نفسها. الصحافة في العالم هي أمن، هي استقرار، هي صناعة رأي عام. عندما نفتح هذا المجال بالشكل الحالي، وأنا هنا واسمح لي أن أدخل بموضوع كنت أتمنى أن نصل إليه في قادم النقاش، وهو أن كل الاحتقان العرقي وكل القضايا التي حدثت في السنوات الأخيرة التي هددت استقرار الأمن هو بسبب خطورة وضع هذا الإعلام بيد من لا يعرف، خطورة وضع هذه يعني الصحافة الموريتانية، صحف، جرائد، وسائل إعلام في يد من لا يتقن هذا المهنة. هذا يشبه من يعطي السلاح
لمن لم يعرف على الإطلاق كيف يستخدم مسدس. نحن أمام ظاهرة خطيرة جدا. أعتقد أن السلطات الموريتانية مطالبة بمساعدة النقابة وبمساعدة كل من يريد الإصلاح. أعيد أيضا، ولا أريد أن أحمل النقيب ولا النقابة كل شيء، بقدر ما دوما أنا أشدد على خاصية الخروج من المشهد إذا لم يكن هناك إمكانية لإصلاحه. أما أن أبقى شكليا هذه النقابة ويفرض ويتطلب من هذه النقابة أن تقوم بأشياء كثيرة وهي عاجزة عنها، هذا كله يحتم على الأقل شرف الاستقالة والخروج من المشهد لكي أخرج من تهمة الشراكة في هذا الوضع الموضوع. واضح سيد نقيب، سمعت؟ نعم سمعت. أولاً عجزت. أولاً أحيي زميلي محمد الأمين، طبعاً هو زميل أعرفه في مرحلة الصحافة المكتوبة، لكنه غادرنا مبكراً وتركنا هنا في هذه المعركة نخوضها، وكان عليه أن يكون معنا ضمن الخائضين. على كل حال، القضية هنا ليست قضية نقابة من غير نقابة. أنا كما قلت لك أنه من ضمن الإشكالات وغياب التنظيم القوي الموحد، والسبب في ذلك هم الصحفيون أنفسهم الذين لا يتحدثون عن مشاكل الصحافة، ولا يدافعون عن الحريات الصحفية، ولا يكتبون أيضا حول قضايا الصحافة. وبالمناسبة أيضا أقول له وأقول لغيره من الزملاء الشباب خاصة أن هناك أرشيف لمن يريد أن يصل إلى الصحافة بمعناها المتعارف عليه وهي الصحافة المكتوبة. هناك أرشيف التسعينيات كله، وليس أرشيفا، ليس موجودا على النت، لأن النت هذه ظاهرة من إفرازات التقنية المعاصرة وأفرزت نمطا آخر من التعاطي الإعلامي، هو أقرب إلى الصحافة المواطنية من الصحافة المهنية التي تخضع لقواعد متعارف عليها، وبالتالي هناك فرق ما بين الاثنين. الجوجل حديث عهد وتقنيات مفرزاتها حديثة عهد، ولكن الصحافة كانت موجودة والكتاب الصحفيون كانوا موجودين، والمؤسسات الصحفية المكتوبة كانت موجودة وكانت مؤثرة وكانت حاضرة. والصحفيون الذين فرصتهم تلك المرحلة هم الصحفيون الذين لا يزالون أو أغلبهم لا يزالوا في المعركة، وبالتالي على الشباب وطموح الشباب، ونحن ندفع بهذا الطموح إلى الأمام، ولكن عليه أن يكون موضوعيا. لحظة شوي، عليه أن يكون موضوعيا. أستاذ محمد، سوف نعطيك الكلام، سيعطيك الفرصة. وبالتالي الموضوع موضوع نقابة الصحفيين، أولا هي نقابة وليدة تأسست سنة 2008، تأسست بعيدة الانقلاب العسكري، وحط عليها السنوات الأولى حط عليها شنقالوا صليب على صليب. أنت مثلا لكن قد يعدل كامل من العراقيل، يعدل إشارات مرحلة أخرى ثانية، وتمتلك العراقيل لا مستمرة. هذا نتكلم لكم عن المكاتب السابقة. وشات مرحلتنا احنا قاع، وكانت الطامة الكبرى، لأن جينا تحت رافد شعار الإصلاح وتنقية وتنظيم الحق للصحفي، وبالتالي عدلنا بعض الإجراءات وكانت على حسابنا، لأن ظهرت اللوبيات اللي ما تدور قاع الصحافة تخرب، وبالتالي تلاطمت علينا الإرادة السياسية قافلة من دوننا، وتلاطم علينا كل ما يبقى تنقية الحق ولا تنظيمه، ومع ذلك ما قبلنا الاستسلام. ما فهم صحفي، وأنا هنا أتحدث عبر الأسير، ما في صحفي من الصحفيين تعرض لإشكال مهما كان، وجل نقاب الصحفيين ما بشات معاه وتمت معاه لين حلت ذيك الإشكالات، ومن ضمنها صحفيين في هذه المؤسسة. لا فهمت، ما فهم صحفي قط وقف ما بشات معاه نقاب الصحفيين، ودخلت معاه جميع دخلت معاه في إدارة الأمن. إيه ترى بعد قاعد وضعوا اللي موجود شنو كانوا ظروفه حسنة كانها سجئة، ودخل مشاهد مع الشورى العدالة ليه تعود قضية مرتبطة بالصحافة مع القضايا الأخرى. والمهم والهدف الأول نقابة الصحفيين هو الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين. يعني هذا الجلد اللي يعد نقاب الصحفيين حيشوي هذا الجلد اللي يعد نقاب الصحفيين ما هو موضوعي. أولا الصحفيين ما يرفعون اشتراكاتهم داخل نقاب الصحفيين. أولا الصحفيين لا أغلبهم لا يحضرون لنشاطات نقابة الصحفيين. الصحفيين أغلبهم لا يهتمون بمقر نقابة الصحفيين اللي كان موجود وفيه ما شاء الله مقهى وحديقة وإنترنت، وأنت دخلته وتعرف ذلك، وفيه ليس بدعوة للنقابة طبعاً، وليكن لا يجب أن تدعوك النقابة. هذا خطأ. الصحفي لا يجب أن ينتظر دعوة من نقابة هو عضو فيها ليحضر نشاطا. لا هذا خطأ، هذا تخلف ذهني عند احنا كصحفيين. أنا أتكلم لك
الحمد لله كنت امين عام مساعد اتحاد عام صحفي عرب. لا لا تخلوا هني لدى الصحفيين والثاني كل واحد يقول لك انت ما تدعيني. دعيك ليش؟ دعيك من انت شو منها خطوصية؟ انا ونشاطاتها ونشاطاتها. لا 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 غير صحيح غير مقلقة. على الاصح ما يحق ما يحق ما يحق. انت قد دخلتها؟ انا دخلتها كم مرة؟ تحكم على مرة تحكم بمرة واحدة على ثلاث سنوات غير موضوعي. هذه للأسف للأسف أحكام شاهسة دائما. ولا هنا هي هي شوي هذه النقابة ما هي لسيد ولا لأهل عامر. طبعا نحن في قياداتها ومسؤولون عنها ونستقبل الانتقادات ويابا قاعد نستقبلها ونعود سياسيينها. لخير مهمة تعود انتقادات موضوعية ومهم الصحفي يعود مهتم بنقابته ويعود يشيها ويدفع اشتراكاته ويحفظ نشاطاتها ويقترح عليها. يتم الواحد صامت اللي يدخل الانتخابات لو واحد مترشح ويقول له كذا وكذا واستقيلوا. احنا ما مستقيلين، احنا قدمنا وعطاونا حي شوي تقدمنا وتنافسنا مع زملائنا وعطاونا ثقتهم وقلنا لهم عندنا لا ما لنا نبغى شيء. استقالوا هذا مر وضعف حق طيب تلقاش يقول حد استقال. اها يلا يدفعوا يلا يساهم معاه يلا يعطيه افكاره. ما يعود سمينا محمد لمين قاعد هك في اسبانيا واحنا هون يقول لنا استقال وهاي لا انت وترشح وندعموك احنا ومشي معنا في النقابه ويشوفوا زملائك الاخرين ويتفضلوا ويدخلوا معنا في الميدان. لك ساعه تعود ملاحظات وارده. لا تقعدون انت في اسبانيا وتقول لنا استقيلوا. لما احنا مستقيلين احنا لكن اللي قاعدين نعدلوا لا يعدلوه. وهي ملي هي قضيتنا كاملين وطموح مشروعنا كاملين. اللي يترشح يترشح واللي قد يعدل شيء يعدلوا. والتقويم في المؤتمر عندما يقدم التقرير الادبي في المؤتمر ويشاف ذاك اللي يعدل وذاك اللي ما يعدل يك ساعه يكون الجلد. ما هو طلع عليه اللي يعدل والله ما هو مهم عندك والله ما لك القوم تقوي موضوعي. عودة مثلا الحقيقة عودة مسائل أخرى واضح. وبالتالي واضح. أريد أن أسمع رأي نعم. أستاذ محمد لمين. نعم أستاذ محمد لمين. تحية طيبة لك أستاذ محمد لمين. أريد فقط أريد أولا أن أطرح عليك سؤال. يعني أنا فقط أريد الجزئية التي حد لو سمحت أستاذ محمد أسمعت ورقت أسمعت الجزئية التي تحدث عنها النقيب. يعني استمعت بشكل جيد إلى النقيب يعني. نعم. أنا أولا حاولت أن أفصل بين شخصنة الموضوع بما يخص النقيب أحمد سالم للداه وتاريخه. ليس مشخصنة أنا لا أتحدث عن نفسي. أنا أتحدث عن النقابة كما يتحدث هو عنها. نعم يعني عن جوجل وعن العالم الجديد. أنا أريد فقط أن أنبه أن هذا أنت مجيء الصحافة بكتوبر الكتاب يعني كل هؤلاء موجودين في جوجل. ليس بالضرورة أن تكون يعني بدأت مسيرتك الصحفية اليوم لكي توجد في جوجل ولا بمحركات البحث. أنا كما قلت في البداية يعني لا أدعو إلى الاستقالة من فراغ. أنا تحدثت عن واقع سيء لم يتغير. أنا لم أحمل النقابة إشكاليات هذا الواقع. طب. هذه تراكمات ما قبل حضور أحمد سالم للداه قديمة قديمة. لكن الخطأ هنا أننا حين لا نجد يعني أن ثم أي تقدم نحو الأمام يعني نظل نشارك في تمييع هذا الحقل من خلال أن الصحافة النقابة لكن النقابة 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 أستاذ محمد لمين عفوا قاطعك. النقابة يعني كل صحفي سرعته الشرطة النقابة ترافقه ذهب مشكلته إدارة الأمن القضاء يعني هذا دور على الأقل يعني. هذا جيد لكن أعتقد أن في البلد محامين يمكن أن يقوموا بهذا الأمر. النقابة دورها تقدم بيانات لكن ما الذي لا ليس بيانات فقط المشاركة في الإصلاح. النقابة لم تعترض على موقع واحد من عشرات الآلاف من أدعياء المهنة. لم نجد ولا مرة أن النقابة تقدمت 1200 صحفي. يعني يمكن أن يسجل هذا في دولة وأن يكون جزء من يعني ملامح نقابة تريد بنفسها أن يحترمها يعني الصحفيون. أنا هنا أيضا أعيد وأؤكد أن احترامي لشخص أحمد سالم هذا الشيء وأؤكد على هذا الموضوع. أنا أتحدث عن نقابة وتعلمت في أسلوب النقاش الحضاري أن نفصل بين شخصنة الأمور وبين انتقاد هيئة مشكلة بحد ذاتها ومن المفروض أنها هي التي تأخذ بزمام المبادرة بإصلاح الحقل الصحفي. هذه نقابة صحفيين الموريتانيين. إذا هذا العنوان الكبير العريض الطويل لم يقدم أي شيء ملموس في الساحة الموريتانية من حيث إصلاح هذا الحقل
ونزع الأشواك الكثيرة التي تعترض الصحفيين وعملهم ومسيرتهم. أنا لا أريد هنا أن أستبعد أن هناك إشكالات إدارية، إشكالات تنظيمية، لكن لو ما هي المحاضرات التي قدمتها هذه النقابة؟ ما هي المنابر التي على أساسها انتقد هذا الواقع المرير؟ هل قدمت طعونات مثلا في أعمال تخرق حق طرف المهنة، وهي كثيرة جدا، لأن أصحاب الحقائق كثر، لأن أصحاب المواقع كثر؟ أين هو دور، أين محل النقابة من الإعراض بالجسم الصحفي الموريتاني؟ هذه الأسئلة أنا لا أوجهها لمحمد سالم الثاني وحدي، أنا أوجهها للتاريخ من العمل النقابي الصحفي في موريتانيا، آن له أن يتغير. أستاذ سيد النقيب، كما قال الأستاذ محمد رميد، يعني المواقع تتوالد يوميا، يعني وإنشاء موقع لا يأخذ 50-60 ألف أوقية، وكل واحد من إنشاء موقع ينضم إلى الصحافة الموريتانية. لماذا لم تجدوا قواعد على الأقل لوقف هذا يعني تميع بالضبط؟ زين يعني لما تجد حلول قانونية، لتحديد موقع على الأقل موقع غير إخباري. نعم، أريد أن أقول لزميلي، وطبعا هو كما قلت لك سابقا من زملائنا في الصحافة المكتوبة قبل أن يهاجر إلى الغرب، أقول له أن نقابة الصحفيين الموريتانيين ولدت في مناخ مختلف. أولا لا نهتم بالعمل النقابي ولا نعرف العمل المنظم، وبالتالي لا نخضع للمعايير الطبيعية في 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 ممارسة أي مهنة قاعدة من المهن، خصوصا مهنة الصحافة اللي مهنة مفتوحة، بالرغم من فيه قانون يحدد من هو الصحفي، يحدد الشروط القانونية والمهنية لممارسة مهنة الصحافة. قانون المشير للصحافة الموريتانية يحدد، يقول من هو الصحفي. الصحفي هو خريج معهد أو مدرسة أو كلية للإعلام، سائر سنتين من الخبرة المهنية، أو الصحفي هو من اكتسب خبرة لمدة يعني 5 سنوات مع تكوين متوسط، أو الصحفي هو الذي من خريج جامعي مع 3 سنوات من التجربة. يعني محددة القوانين، محددة ومحدد، يعني يدخل في ذلك المحرر الصحفي والمصور الصحفي والكاريكاتيريست الصحفي إلى غير ذلك، والمنتج الصحفي إلى غير ذلك، وأعوان الصحافة أيضا معروفون منصوص عليهم في القانون. إذا القانون يحدد كل شيء، غير هذا القانون ما هو مطبق. إحنا كيف قلنا نقاط نقاط الصحفيين هذه المثالية من تأسيسها ما قطعت عندها بطاقة سابق للمرحلة اللي فيها إحنا. طبعا عدلنا، قلنا على النياك بعد قاع يتحدد، بعد قاع عضوية بعد قاع حدث النقابة الصحفية هذا عنده بطاقة النقابة، عاطيت هذا. هذه النقابات ما هي عند ما هو، هي بطاقات عنده، ما هي عند ما هو 100 وشوي لا يتعود. اللي نفتح له المجال رأينا 100 وشوي هو تفوفر فيهم، وبعد حد وبعد جانا من الناس رأيني بيقعدهم محدين ما شاءوا ولا طرحوا طلباتهم، تتحدد فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا، وبالتالي منحناهم هذه البطاقة. ما كانت عند النقابة الصحفية بطاقة عضوية النقابة، وحد ما عنده بطاقة عضوية هي ما يقدر يعيدون منها، وحد من اللي ما عاطته هي مثلا مخ الشروط المنصوص عليها في القانون بطاقتها ما يقدر. هذا 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 صورة من صور الإصلاح اللي همتنا. الصورة الأخرى على النادي اللي قاله يبدو انه ما هو متابع، احنا أول قرار عدلناه عيطنا جماعة كانت تمارس الإعلام الإلكتروني وقلنا لها انها تعدل خارج سياق القواعد المهنية وانها تحسن منها. إذن تمادت ضلنا ضد قرارات عقابية ودفعنا ثمنها، إذن قاس بين العدالة شاكين منه. ما رينا صحفي يكتب وقال ادعم النقابة وقال هذا اللي واحدة في النقابة مهم لأنها متنور وتنقل حق الداع. قالوا أنتم أخباركم متنقل الحق، هو حق الفوضى مفتوح، ما قد حد ينقي ولا من حقكم تنقوه. احنا دفعنا ثمن ياسر من المواقف، للأسف ما هي متابعة، اللي متابع الناس ما هي في عيادة تطرح ما هو موضوعي. هو القضية زميل محمد علي قضية، ما هي قضية شخصنا احنا، احنا 3 أعضاء هذه النقابة لا فهمتوا، وغيرنا أعضاء فيها وهي فيها ياسر المسائل وحني شوية ما تفيد. معناها علينا الهدف من ذا كامل اللي تقول ماهم إرادة سياسية للإصلاح ما خارجش. احنا الصار حسب الفتنة عدنا من اللقاءات، حسب الفتنة عدنا من المقترحات، احنا كنا نمشي مقترحات للسلطة الحكومة الموريتانية والرئاسة الموريتانية في رسائل يجروها في الدرج ولا يردوا علينا. احنا اخرنا السلطة، وهذا ما هو من باب
يكون الحديث تبع الواقع والموضوعي. رأينا سلطة قد أولاً عيطت لنا ذلك مكتب تنفيذ نقاب صحفي، ثانياً عيطت لنا كأجيال صحفية، ثالثاً تقدمنا لها مجموعة من المقترحات وردت علينا لأول مرة بعد قاعد ترد على مقترحاتنا ومشاركة الشورى الجهة اللي يلا ناقشوها عليه ومقترحات اللي تطبق قطعا اللي قاعد من الصحافة. هذا شديد ولا قديم؟ شديد قديم قديم أخبار وده القديم كان علينا حصار، كنا مضروب علينا حصار، هذا يقولوا وفتي قلنا سابق لما قلنا مثل قلنا هذول ما زالوا قعود. لكن الرئيس السابق نظم لكم ايام تشاوريه واعطاكم 40 مليون صحيح طاحت هواء ما هواء لا وقال لكم عنكم اولا تتخذوا القرارات اللي ترافقوا مصر وانه موافق عليه. انا وقت ورئيس نسيتوا هذا واحد، انا وقت ورئيس لجنه التنظيميه انا وقت رئيس لجنه التنظيميه الايام الوطنيه للتشاور ولاد بحر. كم مليون دفع لكم؟ كم مليون دفع؟ 30 مليون لكن وين تعجزنا؟ ولكن هذا حي وحي شوي لكنه لم يدفع هذا لا ولا من المس منها ولا أوقية واحدة. كيف هي وزعت على الناس ب 20 مليون؟ حني شوي لا نحن نتحدث بواقعية وموضوعية ونتحدث في إطار الشائعات. لا ما شائعات؟ شائعات يا رجل أنا تقول لي يبيع لك 20 مليون يا رجل أنا اللي مسؤول وأنا اللي عندك 20 مليون والله 40 مليون لا اسمع لا شيء آخر مدفوع للمشاركين اللي كانوا في الورش. لا لا شو محمد أنا شبالي من الصحافة ولا ذاك السنة ولا ذاك نوع من النط من النات أنا قد جيت عليه ولا ذاك نوع من التنظيمات أنا قد جيت عليه في الداخل والخارج. ما ضغطش ما أعطيك 30 مليون تفضل ما نستلم أنا ضغط نستلمها ولا استلمها ولا صحفي استلمتها اللي كان فيه محاسب معين من طرف وزارة المالية وكان عنده مكتب داخل الميزانية وزعها على العمل اللي كان معدل الصحفيين كان فيه مجموعة شوي كان فيه مجموعة على كل حال هذا قاعد يمشي بينا عن موضوعنا لا ما يمشي بينا عن موضوعنا هذا هو رب الموضوع ما هو رب الموضوع هذا ما هو رب الموضوع لا نحن لا ما نحاشنا راح يصل اقول لك عدلنا 3 ايام وقررنا وين حد يدعي رغم في عدل اسمه راجل حني شوي لا تطمع عليك لانه عدله لا يتكلم لا يجيك لا 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 يجيك له عفوا اسمع لا يجيك له احنا طلبنا من رئيس الجمهوريه في لقاء معنا ان نختار الحق يصلح وقال لنا والله شتم وجابروا وجابرنا احنا كهيئات ساعه وجابرنا كصحفيين وعدنا شيء قال لجنه اشراف عليا قسمنا مهامنا الى لجنه اعلاميه ولجنه تنظيميه ولجنه اخرى لوجستيه انا كنت اتكلف به التنظيم لا فهمتوا ولين قالوا لي لا يدعوا لنا قلت لهم لا ما يبقى حد يدعى بعد انه يمارس المهنه ما فتح له المشاريع وشهينا وجدت وشات 900 ركاش وهو 3 ايام وعدنا زيت ورش عدنا زيت ورش لأن كل ورشة قسمنا عليها جبناها خبراء من داخلنا وقسمناها وعدلنا خلاصة جماعية وجبناها للجهة المعنية اللي هي وزيرة الاتصال أنا وياك وعدلت منها خلاصة ومشيت لشؤون الوزارة الأولى اللي جات الوزارة الأولى قالوا هذا اللي شمعوا اسمع الصا قالوا هذا اللي شمعوا عليه كاع قالوا هو دور ميارين لوقية احنا قلنا على انه خلاصة خصوصا لجنة اللوجستية يعني ورشة لوجستية واقتصادية هذه الدراسة وطرق تمويل الصحافة الموريتانية فيها شيء من ضرائب على الاتصالات وفيها شيء من كذا وفيها شيء من كذا وفيها شيء من كذا ويخصى المبلغ اياك انهم يسطحوا القضية واياك انهم يتخلصوا من تبعاتها قالوا هذه خطة قاعد يدور لا حد يعطيهم مليارين وخلوا عكم هذا هو وسبقة الرئيس بالطريقة اللي هي ودخلت في خبرك انا هذه هي بصير قضيت على قضيت 30 مليون اعطيت فعلا 30 مليون لهذا العمل اخيرا ما استلم منها لا جهات لا لجنة التنظيم ولا لجنة الإشراف ولا لجنة الوجستية منها وقية واحدة اللي خلق اللي قسموا على نفقات شنو نفقات وريح بالمناسبة ماني هو المسؤول عن الجانب المالي غير عندي أخبار يعني ماني هو اللجنة اللي مسؤولة عن الجانب المالي والإداري غير عندي أخبار ما فهمت ما هم حد السلام وقية أنا لا يهمك سيد نقيب أنا يهمك حين تم الاتصال بي ونقال لي عن عندي 40 لا يكون عندك 40 تشارك وصلاح حاصل وزيت تشارك في المالك تشارك فيك ورشة أنا لا أرد على السؤال هل شاركت فيها؟ لا أنا شاركت وهل شاركت هل تحدثت؟ هل تقدمت بمقترحات؟ حضرت بعض النقاشات وسجل اسمك ووقعت أنك حضرت نعم إذا أنت مستهدف بهذا المبلغ؟ واضح انا لا ادري انا ادري انا انت حضرت وشاركت ووقعت
وكنت من ضمن المشاركين. لكن يعني كنا على لم يكن هذا الشيء لا قضية لا 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 انا ابرر لك الطريقه التي حصلت بها على هذا المبلغ واستلمته من الميزانيه من هناك من عند المحاسب ان كنت لا, لا انا زوزيته صراحه زوزيته لك صار الدخره لك صار قالت بس ما قعد محمد ذاك صار قالت بس ما قعد لا ما حد ضع مثل لك ورانك بعد بالمناسبه مكتوب مسؤول مالي غير متابعه استاذ محمد تفضل يا محمد اتمنى ان يكون أسمعك سمعت النقاش أريد أن أسمع رأيك محاولة تحريف النقاش محاولة تحريف النقاش من طرف محمد كان طريفا للغاية يعني من نقيم في الموضوع وأنت تم الاتصال بك يعني القصة يعني حقيقة لا نريد أن ندخل في تفاصيلها لكي تخرجنا عن سياق النقاش على كل حال أنا يعني كنت أتحدث للنقيب وهو أيضا أعطاني يعني ما يساعد لا أستاذ محمد رمين عفوا أنا أريد منك تعليق على الفرصة اللي منحت لنقابة الصحافة الموريتانية من خلال دعمها ومن خلال أيام تشاورية ومن خلال تعهد الدولة أن لك باحترام لا علاقة شوية يعني لتصحيح شوي لا علاقة في النقابة الصحفية بموضوع الأيام الوطنية للتشاور. الأيام الوطنية للتشاور اشتركت فيها مجموعة من الهيئات الصحفية ككل وأسست لجنة الإشراف وبالتالي لا علاقة في النقابة الصحفية لأنه أكون نقيبا في تلك المرحلة ولكن لا علاقة لها أنت كنت مشرف أنت كنت المشرف كنت رئيس لجنة كنت رئيس لجنة التنظيم ولكن معي أهلية لجان الأخرى كنت الأمين العام عفوا كنت موقعك في نقابة الصحفيين الموريتانيين السابقة كنت عضوا في المكتب التنفيذي عضو في المكتب التنفيذي نعم أو ليست رئيس المكتب التنفيذي لا لا كنت كان عضو في المكتب التنفيذي نعم تفضل محمد تم اختياري ضمن مجموعة من الزملاء على كل حال هذا موضوع آخر يعني موضوع آخر أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأني دائما لأنه غائب عن هذا الموضوع تفاصيله ما يعرفه محمد لأنه ما يعرف قضايا المالية وقضايا أن يكون الصحفي لابد أن يدفع له من الدولة يعني الصحفي يجب أن يؤسس لنفسه أن يؤسس من خلال عمله أن يعيد له عمله ما يستطيع أن يعيش به لكي الدولة لم تدفع للصحفي أي شيء خادمين الدولة محمد أمين خلي لا الدولة لم تدفع لأي صحفي إيش نقيب عفوا على الأقل وهذه الإشكالات على الأقل طبعا خلينا لا هي فرصة هي فرصة نقيب أنا هذا المبلغ اللي مرة يثبت ومرة ينفى المهم أن كانت ثمة تعويضات يعني لنقول صحيح المهم يعني أنا هنا بصدد الحديث عن ضمن إشكال تردد وهذا أسست له أنا يعني أعتذر عن استخدام له البشمرقة لأنها تعني ناس آخرين لهم احترامهم لكن بحكم السياق الذي أسست له يعني أصبح الصحفي هو ذلك الشخص الذي يجب أن يعطى له المال يجب أن يعوض له يجب أن يسلم كذا الصحافة هي أن تنتج من عملك خبز بلدك أن إمكانك أنت خارج إطار دائرة المنفعة والاتصال المقرب من السلطة لأن الصحفي الذي ينتظر الفتاة لن يستطيع أن يتحدث عن الحقيقة مهما كان يعني النقيب تحدث وأكد لي ما كنت أنا تحدثت عنه السابق حين قال أنه طلب أن يفتح الباب لكل من هب ودب يعني في الأيام التشاورية صحيح في الأيام التشاورية صحيح. أنا كان بودي وفي النهاية أحترم يعني حقك فيما تراه يعني مناسب هذا تصوره في النهاية لكن أنا أعتقد أنه من الخطأ أن يكون صحفي بحجم تجربتك يعني بحجم تاريخك الصحفي ونحن شركاء كما ذكرت في السابق في الصحافة المكتوبة وأنا أتشرف بذلك لكن أن أقبل وأنا صحفي صاحب هذا التاريخ أن يفتح الباب لكل من هب ودب أنا أعتقد أن هذا به نوع من قتل هذه المهنة وتمييعها نتحدث عما تحدث عنه النقيب قبل قليل يعني وهو العهد الجديد أو الرؤية الجديدة بالفعل الرئيس الموريتاني تحدث عن عبارة تمهين الحقل الصحفي في يعني تعليقه في اليوم العالمي لحرية الصحافة نحن نتمنى هذا التمهين أن على الأقل الموضوع بسيط جدا من يمارس هذه المهنة وتتوفر فيه الشروط يعني الممكنة أن يقدم نفسه للميدان وأن يتحدث من منطلق الصحفي العارف الذي ممكن أن يشارك بإنارة الرأي العام في الأمن القومي الوطني في اللحمة الوطنية من لدينا الآن ومن يتصدرون المشهد هم عاجزون عن تقديم هذا بالشكل الحالي أو على الأقل غالبيتهم هناك صحف هناك صحفيين هذا مؤكد لكن لابد من غربلة لابد من عمل جاد وأنا هنا أعيد نفس الكلام الذي قلته ربما لم يلاقي يعني هوى في
قلبي النقيب وأنا أتأسف لذلك. لا 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 أعتقد لا 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 لقي لقي صدل لقي صدل عندي. نعم عندي إشكال دوما أقوله إما أن أواجه حتى آخر مرحلة من المواجهة وإما أيضا أن يكون لي شرف الاعتذار والاستقالة. أنا هنا لا أوجه هذا لأحلى سالم النداء بقدر ما أوجهه لتراكمات من عدم تفعيل العمل. أنا مثلا كان بودي أن يظهر أحلى سالم النداء حين لم تنفذ وأنا هو تحدث عن موقع وهذا الموقع فعلا جرهم للأسف إلى العدالة وأنا كنت متأسف لذلك وكتبت تدوينات عن الموضوع يمكن العودة لها لأنني استأت أن يعاد النقيب إلى المحكمة وأن تتم الشكوى منه لمجرد أنه حاول تطبيق جزء من أجزاء مهنية هذا الإعلام. لكن كان بودي أيضا أن يظهر بمؤتمر صحفي وأن يؤكد أن هؤلاء يميعون العمل الصحفي وأن يظهر بندوات أخرى ويجابه ويقدم نفسه ونحن سنكون وراءه. أما أن يكون الموضوع مفتوح للكل وعلينا أيضا أن نشارك مع النقابة بهذه الصورة المائعة أعتقد أنه يجب أن لا يطلب منا ذلك لأننا سنكون شركاء في جريمة اغتيال هذه المهنة واغتيال الصحافة بشكل عام في البلد ونساعد بعملية هجرة الكثير من العقول الكثير من الصحفيين وأيضا في إهانة من لا زال يمارس هذه المهنة ويقبض على الجمر في موريتانيا. أنا لا أتحدث أننا يجب أن نفرض أن تكون لديك شهادات يكون خريج إعلام. ما تحدث عنه النقيب وفق القانون الخبرة التراكمية وجود مقر وجود إدارة وجود شهادة مكتوب يمكن العودة إليها. هذه يمكن أن تتوفر في كثيرين في الساحة الآن. لذلك يجب أن نميز بين القذف والسمين وأن ننهي هذه الحالة التي يعيشها الإعلام في موريتانيا وأن نستفيد مما قاله النقيب من وجود أجواء واضح. جديدة نعم. إن كانت هناك إعادة بالفعل. لكن أستاذ محمد رميد هناك من يقول إن هذا الرأي سلبي عليكم أن تواجهوا أو تستقيلوا ومن يقول هذا الرأي هم بعض الصحفيين الموريتانيين عايشين في الخارج ويشتغلوا في مؤسسات صحفية عالمية كبيرة مرتاحين ماديا والله وحدين والله صحفيين موريتانيين مقيمينهم ومراسلين لقنوات أجنبية ووضعهم المادي اسمح لي اطرح سؤال لماذا لا يعود من يقول هذا الرأي ويحمل يتحمل هو المسؤولية ويقوم بالإصلاح الحقيقي ويواجه موجودين هون في القنوات وموجودين هون في الحقل الصحفي الموريتاني يعني متحملين. خلي شوي لين نطرح سؤال لا كنوع من المهنية من يدير الحوار هو محمد لذلك علينا أن نؤسس له لكن النقيب عنده كنت سأساعده في ذلك. على كل حال كلامك فعلا له وجيه للغاية ولكن أنا شخصيا في إطار عدد من الصحفيين نزلنا إلى الميدان وقمنا بما أسميناه حراس المهنة حاولنا من خلالها أن يكون صرخة من أجل انتشال هذا الحقل الصحفي. اصطدمنا بواقع مرير وصعب جدا وبعدم تعاون وأصبحنا كأننا محسوبين كجناح مواجه للنقابة. عندها قررنا الاستقالة كان لنا شرف الخروج من هذا المشهد أما أن نبقى بداخل جسم يعمل بطريقة ربما ليس عن قصد ولكن يصبح جزء محسوب عليه هذه الفوضى العارمة فمن الخطأ يعني إما أن تواجه وإما أن تخرج من المشهد. هذا على الرأي وليس ملزم لأحد يعني واضح. طب يعني لا أستاذ سلمان حراس المهنة كانوا يعني حراس المهنة لا أعضاء كانوا بعد زار في قاب صحفي وظافي حراس المهنة لا احنا كنا معاهم كنا نحضر نقاشاتهم وهم جزء منا ونحن جزء منهم وهم أعضاء وكانوا لكنهم كان عندهم موقف من قضية الأيام التشاورية. أنا نشرح لك محمد جميل على السبب السبب اللي شعلنا نقوله على النفط حوله كامل إياك هذه الناس اللي معدلة كاملة أنها تدعي المهنة تحرر ليك الخلاصة اللي ليك الخلاصة اللي تعدل ولكن اللي يتم الاتفاق عليه عودوا حاضرين عليه وعودوا شهود عليه وعودوا موقعين عليه وهذا ما حصل وراه ولكن لو كانوا طبق
لكن اللي عدلنا الخلاصه اللي عدلنا له كانت تطبقه 90% من اللي مشهد في الاعلامي قطعا انه يخطا غير للاسف ما طبقه. هذه ملاحظه. سؤال لزميلنا محمد امين. زميلنا محمد امين لا يعده مؤسسه اعلاميه في اسبانيا الان، ولا يعد قطعا انه عنده معها عقد، ولا يعد مع دلاله تامين صحي، ولا يعد مع دلاله تامين اجتماعي. يا زميلنا محمد امين هذا ما هو اللي واقع في مؤسساتنا الاعلاميه بما فيها اللي قاعد انا فيها الدليل، وبما فيها التلفزه الرسميه، وبما فيها الاذاعه الموريتانيه، وبما فيها المكان الموريتاني للانباء. هذا ما هو اللي واقع لهم. وهذا اللي قالوا الصحافه الخاصه ما في حد عنده عقد. ما هو الصحفي في المؤسسات واحد منهم عنده عقد. واحنا في تجربتنا اكتشفنا ان واحد منهم يقعد 5 أشهر و6 أشهر ما يخلص. ولا يصبر وقيه واحده. والحاله متباعده. المؤسسيه الاعلاميه ما هي خارجه. وانا ليتي دي قدام رئيس الجمهوريه في لقاء الاشاره الصحفيه كنت اول المتحدثين، اول شيء تكلمت عنه قضيه صوره الصحفي وقضيه صوره المؤسسه الصحفيه وغيابه ولا تحديد من هو الصحفي. بعض تقدر انا بتكلم عن مشاكل الصحافه. لا تقدر البعض انه يمتكلم عن مشاكل المتعاونين اللي طالبين بعلمهم يتم اكتتابهم. وحتى ولو كان كلفت واحد او اثنين من الزملاء بتكلم عنه. صحيح. لأن حصل نقاش يعني. نعم حصل نقاش، لكنني سبق وان تكلمت عنهم وسبق ان تقدمت بمقترح بخصوصهم. امام رئيس الجمهوريه. قلت لك أمام رئيس الجمهورية في لقائنا مع رئيس الجمهورية في مكتب التفريق الصحفيين تقدمنا ب 12 طلب، من ضمنها طلبات متعلقة بترسيم زملائنا في الإعلام العمومي، اكتتابهم وترسيمهم وفق شروط ورفق الضوابط، وتنقيتهم لأن فيهم القراية والإداريين وفيهم الناس اللي جاية منهم وجاية منهم وتدخل منهم وتدخل منهم، وإذا طرحته للرئيس ورد علي، رد علي أنا ماني عارف الرواية فتشددت فيها الأخبار وفات جاني رد عليها ومتباركين معنا درسوها. ذاك لا قاعد يفهموه واستوعبوا عقب ذلك. يا اخي بعد اللي نختار نقول لزميلنا ان احنا قطعا لنا ناكدها له ان ما قدرنا عندنا من الطموح ما قدرنا نعدله. والسبب الاول على ان ما فهم وحده صحفيه. احنا عندنا 28 هيئه كلها تقول انها تمثل الصحفيين. في الوقت اللي احنا عندنا نقابه هي اللي تعدل مؤتمراتها بشكل منتظم وفيها تنافس وتفرص قياده، يقرر القياده لا يتنافس مش من الروايات الاخرى كلها عنده ولا سي بي سي من وكاله الجمهوريه. تصريح. انه عنده نقابه لكذا ولا عنده منظمه لكذا، نحن في روايه مشتته يعني. اذا الخطا من السلطه برايك العميد يعني. الخطا من السلطه، الخطا من السلطه. الخطا من السلطه والخطا من عدم وجود تنظيم قوي وراه الصحفيين كاملين. ولا يقبلوا يدخل لمهنه ما حد توفر فيه الشروط المهنيه والقانونيه المنصوص عليها. ضعف الصحفيين وضعف التنظيم الصحفي سواء كان نقابه او اي شكل من اشكال التنظيمات الاخرى، وضعف الهيئات اللي بما فيها السلطة العليا، ولأن راشدين بعد المجلس الله يعدل اللي يضبط المهنة يعود ضعيف، وضعف مؤسسات الإشهار، وضعف وغياب وزارة قاع موجودة كوصية الإعلام ما تتخارقه، وضعف المقاولات الصحفية. هذا رواية كبيرة وتراكم روايات، ولا شيء إلا الأحاديث مثلا لا بد أن حد يعود ميداني وداخل ويعرف ليش شنو ويداخل في المعمع. هذا صعيب محمد امين، صعيب صعيب جدا. سيد نقيب عفوا، سامح لا تحتاج ان تكون ميدانيا، العالم قريه واحده. عطف صيني في التقنيات يا محمد امين، اياك عادي التقنيات. لا لا هذا الميدان، هذا الميدان، هذا الميدان، هذا الميدان ما هو قبل. على ذكر حراس المهنه، نعم، انا ايام انتخابات النقابه زرت حراس المهنه، كانوا في احد المقاهي وكانوا يعقدون جلسه لشرح بعض المواقف او شيء، وحاولنا ان يعني نناقش معهم موضوع المهنه ورايهم. كانوا متوترين وحتى كانوا اشبه بحراس الهيكل، وحتى الناس ادعينا منهم واحد ولا اثنين وجاونا هون كلهم دهنت وقاعد دقيقه تقريبا. والغريب انهم تلاشوا، يعني لماذا هذه الحركه التصحيحيه صحيح. اللي كانت تريد ان تصحح العقل، لماذا ما صمدت؟ لماذا تلاشت مع اول هبه الاسماء؟ شوف هو الوضع الواقع الواقع الوضع يدعو للغضب، الوضع يدعو للثأر لكرامه الصحفي. لذلك لا تستغرب ان يكون يعني حراس المهنه منزعجون وغير مرتاحون، لان الواقع واقع مؤسف للغايه، سواء ما تحدث عنه النقيب قبل قليل، وأنا أعيد أني لا أريد أن أجعل من نقابتي ولا من شخصه الكريم سماعة لكي نعلق عليها تراكمات، لكني أيضا دوما اعتدت أن أكون صريح في تشخيص ما أعتقد أنه هو متفقون معك. نحن متفقون في التشخيص، لكن لماذا رأيك ما صمدوا حراس المهنة؟ لماذا ما صمدوا؟ فوصل يملكون، هم يملكون كل مقومات الصمود.
رواتب كبيرة ومراسلين لقنوات أجنبية كبيرة، يعني هدفهم الإصلاح ومع هذا تلاشوا. أقول لك حقك، هذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأننا لم نجد أي تجاوب من السلطة. في النهاية مهما نظرنا، مهما قدمنا من قوانين، مهما قدمنا، فإن عدم التجاوب من قبل السلطة ومن قبل الحكومة سنظل ننفخ في قربة مذغوبة مذغوبة. هربت مبكرا ونحن بقينا في الميدان. هربت مبكرا ونحن بقينا في الميدان. لا 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 لا، أنتم بقيتم في الأسر. طبعا دعنا نسمح في رجل رأي النقيب. شو على كل حال زملائنا حراسين، شو زملائنا حراسين هنا دام كذا كيفتنا للي طارحين، احنا طارحين معاه. وقضية حراسين هنا هي ترى شاتات جهات ردت فعلي على قضية الأيام التشاورية اللي عدنا احنا، واللي قلنا لنا أنا تابعت الموضوع، اللي قلنا لنا اللي قلنا لنا هو ديرك في الصورة، لأني أنا ملي كنت واحد مع مثلا كنت أجمع معاهم وتشاور معاهم، لأن قلنا لنا احنا علينا لين يفتحوا له كامل، وقالوا لهم هذا ما يلا يشارك فيه، ما هو صحفي ومهني وتوفر فيه الشروط القانونية والمهنية للمشاركة. قلنا لهم احنا احنا في ساحة مفتوحة وفوضوية، وكل حد يقول انه في الروايات دي، خلونا نعيطوا للخلق كامل، نعود الى عدنا خلاصة، نعود الى عدنا خلاصة، ودم الزمان كامل. هذا هو سبب الاختلاف، هم اللي اعضاء في القاب الصحفيين كاملين، هم اللي اعضاء كاملين في القاب الصحفيين، وواحدين منهم ترشحوا لها، واحدين منهم كانوا حياديين في الانتخابات الأخيرة، 20 منهم كانت حيادية في الانتخابات الأخيرة، عقب طاحت منها 10 عندي عينها وزرقت، وقالت 10 خلفك حيادية، عادي لتعدد آراء وتعدد مواقف. هي شوي تعدد آراء وتعدد مواقف وطبيعي. يا غير بعد حراس من هذه ردة فعل على قضية الأيام التشاورية، قالوا لنا ما تفتح، وقلنا احنا علمها يا ما تفتح. هي ردة فعل على تراكمات كانت من بينها عملية، واعذرني في التعبير، عملية بنجر التي تدعى كل من هب ودب. صحيح صحيح، هذا ما قلته، تحفظتم على ذلك. نعم أعود وأقول أن شرف المهنة يستدعي أن أصرخ وأن أرفض البقاء بشكل لا يحترم هذه المهنة. هذا لا يعتبر هروب، كعودة للعبارة التي تحدث عنها. تعال تعال إلينا و... تعال إلينا ولا بد معنا. أنا موجود بهذا العالم. تخدم على اللي بالي ميداني. راكي راكي مو رشبه. أنا ذمي راكي مو رشبه. راكي اللي بعده. عفوا نقي. اللي بعده عيد نتاج. راكي اللي بعده عيد نتاج. على أبوابي انتخابات نقابية شديدة. اختيار النقيب شديد. أعتقد النقيب ستترشح على الانتخابات. لحد الساعة لم أعلن ذلك، ولكن لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك. طيب حتى يفتح باب الترشح. محمد رمي، لماذا وهذه فرصة اليوم؟ من ينتقدون حال هذه المهنة؟ تفضل ويريدونها الأحسن. نعم. ويعتقدون، وهناك طبعا ناس ممتازين إن كان في حراس المهنة أو في غيرها من الهياكل الصحفية الثانية، لماذا لا يتقدموا هؤلاء الناس بفعالية ويشاركوا وقد يوفقوا في نقل النقابة من وضعها الجذري الحالي وهي تحتاج إلى ذلك إلى وضع أحسن؟ هذا أملنا، يعني هذا أملنا، أن يتقدم من تتوفر به الشروط أو النقيب الحالي تتوفر به كل الشروط. إشكاله فقط أنه يحتاج إلى أن يفعل ما لديه من إمكانيات. هذا على الأقل هو رأيي الشخصي. لحد الساعة أنا شاهدت إعلان ترشح عدلوا دورة في التفعيل، عدلوا دورة في التفعيل، ما يحتاج دورة في التفعيل يحتاج بالدفع على الأقل أن يتخذ قرارات يعني قوية تساعد الصحفيين، وأن تساعده هو أيضا في البقاء في حالة أنه أراد أن يترشح لمأمورية ثانية. وأنت تعرف أن عقدة المأموريات عقدة كبيرة في المجتمع الموريتاني. هذه ليست فارثة ومنصوص عليها بالقانون. هذه ثانية ومنصوص عليها. لا لا، على الإطلاق أنا نحترم أنها منصوص عليها في القانون، ولكن إشكال المأموريات وإشكال أيضا الفرسي هو إشكال متجذر في ثقافة الثقافة الثانية والعربية بشكل عام. على كل حال طبعاً دهمنا الوقت أستاذ، دهمنا الوقت. أتمنى للمحامين التوفيق ولكل المترشحين وللمهنة أن تتجاوز هذه العقبات بشكل
كامل وأن نتحدث فعلا عن إعلام جاد وصحفي. أتمنى أيضا أن تكون إرادة الحكومة صادقة بالطبع. وأنا على الأقل أثق في التجاوب الذي أبداه رئيس الجمهورية، وأتمنى أن يحول إلى على أرض الواقع واقعا ملموسا. أحسنت. داهمنا الوقت طبعا أستاذ محمد لمين والخطاري من مدريد في إسبانيا، أشكرك على مشاركتك معنا وتفاعلك في النقاش، كما أشكر أشكرك نقيب الصحفيين الموريتانيين الأستاذ محمد سالم المدة على سعة صدره وتحمله لنا. شكرا. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، وشكر موصول أيضا لمهندس الصوت السيدينا، وكذلك ولا أيضا أشكر السمير محمد اللي ما وقع بالحورة من السيدة ما وقع بالحجة حورة من السيدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.